نروح مع حضراتكم لغزة وفلسطين، والحقيقة النهاردة جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الضربات اللي امتدت لشمال قطاع غزة من الشمال للجنوب، والعمليات كمان امتدت لرفح الفلسطينية في ساعات الفجر الأولى. أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل من وسائل إعلام فلسطينية أنه في حوالي أكثر من 70 شهيد تم انتشالهم من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بجانب طبعا الشهداء اللي سقطوا. حانوا العمليات الإسرائيلية النهاردة وصلت إنها دمرت 1000 منزل تقريبا في مخيم جباليا بس، بالإضافة لتدمير المستشفيات، وده نهج إسرائيلي بقينا بنشوفه دائم ومستمر. وهي أصلا المستشفيات خرجت عن العمل، فأنا مش عارفة هم بيدمروا فيها إيه. يعني الحديث كله من الأطقم الطبية ومن كل اللي بيشتغلوا في المستشفيات أن الوضع مأساوي. على الناحية الثانية الحقيقة كان في رد على هذه العمليات الإسرائيلية، وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر نقل عن وسائل إعلام فلسطينية بوجود دواوي انفجارات في عدة مناطق شمال إسرائيل بعد إطلاق أكثر من 40 صاروخ من جنوب لبنان. طبعا ده اشتعال كبير للمنطقة، نتيجة لإيه؟ نتيجة للتعنت الإسرائيلي اللي بيزود الأوضاع يعني وبيأزمها وبيشعل المنطقة بهذا التعنت، وبيودي الجميع لمصير دموي على كل المستويات. والحقيقة إنه كل يوم بنشوف تصريحات مستفزة من الكيان الصهيوني ومن الجانب الإسرائيلي. كان آخرها النهاردة تصريحات صدرت عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إنه حكومة نتنياهو لن توافق على إنهاء الحرب على غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقيين اللي بتحتجزهم حركة حماس. ويمكن كان في مؤتمر مع أهالي الأسرى خرجوا واتكلموا عن الفوقية الشديدة اللي بيكلمهم بيها، وأنه الحكومة لا تكترث لأبنائهم، وأن الحكومة مش هتوقف الحرب عشان أبنائهم، وده كان حديث مستشار الأمن القومي ليهم. خلينا نقرأ أبعاد هذا الموضوع وتأثيره على الوضع الحالي مع دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بحضرتك يا دكتور، وشايف إزاي تأثير التصريحات المستمرة الحقيقة من جانب الكيان الصهيوني ورموزه على الوضع المتأزم بالفعل، سواء دوليا أو كمان بنتكلم على الداخل الفلسطيني والمأساة اللي بتستمر وتتكرر مش بس يوميا، ده في الساعات الأخيرة يعني بشكل كبير، وحتى الانقسام الحاصل في الداخل الإسرائيلي. أهلا بحضرتك أستاذة هدير، وأهلا بالسادة المشاهدين. وعايزين نقول الكلام اللي حضرتك قلتيه دوت، لو حطينا ليه عنوان هنقول المناورات الإسرائيلية لا تنتهي لإنهاء هذه الفاجعة الوحشية على الأراضي الفلسطينية. زي ما ذكرت حضرتك، نعم بالفعل، يعني حتى نقلت صحيفة يد عيوتو احنا نط النهارده بتقول إن في واحد رفيع المستوى بيعمل في طاقم المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بيقول يعني كده بالظبط أستاذة هدير، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو وقف للقتال في قطاع غزة، وإن لم يكن هذا الأمر جزء من صفقة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين. وإحنا عارفين يعني إحنا الجانب الإسرائيلي بيقول إحنا مش هنوقف إطلاق النار إلا لما المحتجزين يرجعوا، وحماس بتقول أنا مش هرجع المحتجزين إلا لما وقف إطلاق النار. وهذه هي المناورة بين يعني مناورة من الجانب الإسرائيلي، ولكن يعني أنا أعتقد إن ده جاي تعليقا على البيان اللي أصدرته حماس بالأمس. يعني نحن نعلم يعني ان حماس كان شرطها لاعاده المحتجزين الاسرائيليين والافراج عنهم هو وقف اطلاق النار، لكن بالامس راينا في البيان بان الثوابت الفلسطينيه ما زالت هي في هذه المرحله من جانب حماس، وانها بتقول انها تريد وقف لاطلاق النار الفوري من اجل الدخول في المفاوضات. عايز اقول لحضرتك ان احنا لو حللنا هذا الموقف هنقول ان هو تراجع بالنسبه للجانب الاسرائيلي. انا عايز اقول لحضرتك يعني بنيامين نتنياهو بيضع
إسرائيل في مأزق. يعني إحنا لو وصلنا لهذه الحرب حتى نهاية هذا العام هتتكلف إسرائيل 70 مليار دولار في هذه الحرب. الاقتصاد الإسرائيلي عايز أقول لحضرتك أنه تراجع في عام 2023 ويعني نزل بدرجة كبيرة جدا. وإسرائيل في 2024 معرضة في هذا العام معرضة أن تكون من الدول المفلسة فعلا بهذه الحرب. إسرائيل بتتراجع، حماس عمليا ما زال موقفها حتى الآن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار من أجل إبرام صفقة. ما حدث بالأمس من خلال حماس في هذا البيان طلبت مطالبة بوقف إطلاق النار ووقف الحرب والقتال في قطاع غزة من أجل إدارة المفاوضات والمباحثات من بخصوص وقف إطلاق النار. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي حضرتك أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وهو من حزب الليكود المتشدد يعني النهاردة كان في مظاهرة في يعني عند البيت عنده من جانب العائلات المحتجزين الرهائن لدى لا تسمع الحكومة الإسرائيلية هذه الأصوات. طبعا أيوة، وحضرتك يعني وقفوا وعملوا مظاهرة شديدة جدا، ولكن زي ما حضرتك قلتي ان هو قابلهم بغضب وحفيظة غضب كبيرة جدا، وقال لهم بنفس اللفظ ان ليس لدى الحكومة الإسرائيلية خطة بديلة لإعادة المحتجزين، وان كان هناك صفقة فسوف يكون هناك ايضا وقف عدم وقف لإطلاق النار، وان الحكومة الإسرائيلية ما زالت مصممة على هذا الوقف. تعالي ما نحلل هذا الموضوع. انا اعتقد ان قضية المحتجزين هي قضية سياسية تخدم الائتلاف الحاكم سياسيا، وده واضح تماما من خلال استطلاعات الإسرائيلية، استطلاعات الرأي الإسرائيلية. حضرتك هناك في مركز للفكر كبير جدا في إسرائيل، مركز شمعون بريز للفكر والتحليل السياسي، عمل استطلاع رأي وقال إن لابد من هذه الحرب ولابد من القضاء على حماس سواء إذا كان في قطاع غزة أو سواء إذا كان في رفح الفلسطينية. وأعتقد إن هذا الموضوع وإطالة هذه الحرب بتخدم المصالح السياسية للحكومة. وأعتقد بقى حضرتك احنا برضو لو جينا حللناها من الجانب بتاعنا هنلاقيها ان هي فضيحة لحكومة بنيامين نتنياهو، لانهم بيعملوا على تصنيف هؤلاء المحتجزين من اليسار الإسرائيلي، وهناك تحريض شديد كبير جدا من قبل اليمين الإسرائيلي، ويبدو ان المفاوضات سوف تكون عالقة بهذا الشأن بسبب هذا التصنيف، ان اهالي المحتجزين من قبل اليسار الإسرائيلي وهم ضد اليمين الإسرائيلي الحاكم. فأعتقد ان هم يعني هناك إطالة في هذا الموضوع حتى يعني يستمر بنيامين نتنياهو في هذه الحرب. وانا اعتقد يعني كلنا عارفين ان اطاله هذه الحرب في صالح بنيامين نتنياهو بالرغم ان هي طبعا مصلحته الشخصيه، لانه معرض ايضا. حضرتك لسه كنت بتحكوا في التقرير اللي فات عن ترامب وقضايا المعرض ليها، وايضا معرض لقضايا كبيره جدا للفساد. حضرتك ما تنسيش ان قبل يوم 7 اكتوبر كان هناك حوالي 35 اسبوع يوميا كل يوم سبت مظاهرات في الشوارع الاسرائيليه بتنادي بتبديد حكومه بنيامين نتنياهو وعزل بنيامين نتنياهو عن هذه الحكومه. ثم جاء 7 من اكتوبر، ثم جاء الهجوم الوحشي والبري من قبل هذه الحكومه يعني من هذا الفاعل المارق الموجود في اسرائيل. فانا اعتقد ان هو يريد اطاله هذه الحرب بالرغم من استاذه هدير. يعني احنا زي ما احنا يعني بعض مراكز الفكر طلعت ان يعني هناك عبء كبير جدا وشديد جدا على الاقتصاد. لم تحقق اسرائيل اي مكاسب الى اليوم خالص خالص يا فندم. حضرتك عجز الموازنه بيوصل ل 7%، انكماش في الاقتصاد الاسرائيلي واصل ل 20%، عدد السياح 300,000 سائح وصلوا الى 50,000 سائح. فاحنا بنشوف انهيار كامل في الاقتصاد الإسرائيلي. ولكن حضرتك من ساعة تقريبا كان في تصريح لبايدن بأن هناك يعني إسرائيل قدمت مقترحا. هذا المقترح بيتكون من 3 مراحل، يعني لسه من حوالي ساعة بيعلن عنه. المرحلة الأولى هي وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع. ويعني بص حضرتك الكلام، يعني شوفي بايدن بيقول إيه: وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة. أين منازلهم في قطاع غزة؟ صحيح. لقد أبادت البنى التحتية الموجودة في قطاع غزة. بيقعدوا فين حضرتك؟ يعني كمان انسحاب الاحتلال دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بيحصل في تبادل لكل الرهائن الأحياء اللي موجودين بالنسبة اللي موجودين في حماس. وحماس أعلنت قبل كده أن هناك 33 رهينة موجودين عند حماس إن وجدوا. وإن كلمة إن وجدوا دي ترجع إلى عدم وجود الطاقم الطبي والدعم الطبي الموجود، لأن ما فيش دعم طبي بيوصل إلى قطاع غزة، وبالتالي ممكن يكون والضربات الإسرائيلية المتلاحقة على قطاع غزة. بالظبط، ممكن تكون هذه الرهائن قل عددها. المرحلة الثالثة اللي بيتكلم عنها بايدن النهارده بيقول ان اعادة اعمار غزة
واعتقد ان ديت هي خطه مارشال اللي دايما بيتكلم عنها بنيامين نتنياهو، وهي خطه اليوم التالي لما بعد الحرب. وكلنا عارفين خطه مارشال اللي كانت بعد الحرب العالميه الثانيه عام 1948، واللي يعني قدمها وزير الخارجيه الامريكي جورج مارشال لاعاده اعمار مره اخرى لاوروبا والهيمنه على النواحي النازيه او الايدي النازيه الموجوده في هذه الحرب. فانا اعتقد ان هذه الخطه ما هي الا خطه مرحليه، وخطه اليوم التالي اللي بيعرضها بنيامين نتنياهو لاعمار غزه ودخول اسرائيل في اعمار غزه. صحيح. وحضرتك يعني احنا نعلم تماما ما هي عواقب دخول اسرائيل في اعمار غزه، لانه من ضمن هذه الخطه بيقول ان بعد اعمار غزه هيبقى في جيوش يعني موحده من بعض الدول العربيه موجوده في اسرائيل، منهم الجيش الاسرائيلي، وسوف يتدخل الجيش الاسرائيلي ان لزم الامر في قطاع غزه. وحط بقى حضرتك خط ثلاث خطوط تحت كلمه ان لزم الامر دي، احنا ممكن نلاقي مره ثانيه بنعيد سيناريو ما حدث في الهجوم البري الوحشي في اكتوبر من الجانب الاسرائيلي. فانا اعتقد ان اللي بايدن صرح عنه هذا يعني هذا اليوم هو الا ايضا تعليق للمفاوضات الاسرائيليه بين اسرائيل وحماس، وايضا ما هو الا توسيع رقعه المناورات الاسرائيليه. صحيح. مره اخرى، وعدم قبول اسرائيل لهذه المفاوضات مره اخرى، لان حضرتك احنا زي ما احنا بنقول، طب مين زي ما بتقول كده حماس، يعني انا مين يضمنني ان انا لو وصلت المحتجزين الرهائن اللي موجودين عندي الى اسرائيل ان صحيح. اسرائيل مش هتتمادى في اطلاق النار، وبالتالي حماس تريد يعني تريد كتابة وتريد وثيقة كتابية وتعهد كتابي من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأنه إذا تم توصيل الرهائن والمحتجزين لدى حماس إلى عائلتهم أن يكون هناك تعهد كتابي من إسرائيل أو من الوسيط الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. بوقف الإطلاق النار الفوري، لأن ما يحدث إسرائيل تتحدى العالم وتستمر في حربها الوحشية الدموية على قطاع غزة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي.